اليوم الوطني الأشخاص ذوي الإعاقة من المفترض أن الدولة تخرج بالإنجازات اللي دارت للأشخاص ذوي الإعاقة، فخصوصا إحنا في أزمة اللي هي كوفيد، فكنتفاجئوا أن الدولة خارجة بقرار أنها تتمنع الأشخاص ذوي الإعاقة يطلعوا للطوبيس منعا كليا. درنا وقفة قدام شركة عالزا، درنا عدة وقفات هنا، ما كانش شي تجاوب. فجينا اليوم إن شاء الله غيكون اعتصام وغيكون إضراب مفتوح الطعام. كان عندنا تواصل مباشر مع الشركة، فالشركة كتقول لنا أنا ماشي مسؤولة، فالولاية هي المسؤولة. كنجيو للولاية كتقول لنا ماشي أنا، الشركة. اليوم هو اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، كما قلنا في الدول المتحضره جميعا كيحتفلوا بهذه الفئه هذه، كيجردوا المكتسبات اللي حققوها هذه الفئه هذه على ضوء الاتفاقيه الدوليه والمستجد ديال الحقوق المقاربه الحقوقيه لهذه الفئه هذه. حنا اليوم كنتفاجئوا بعد مطالب سنوات من المطالب ومن المطلب اللي قدمناه لجميع الجهات، كنتفاجئوا بمصادره حق لطالما تمتعت به هذه الفئه هذه اللي هو حق التنقل مجاني عبر حافلات النقل الحضاري. ندينوا هذا بشده ونستنكروا، لذلك اعلنا الاعتصام مفتوح امام مقر جهه الدار البيضاء حتى رفع الحجره والحيف عن الفئه اللي داخل الحافلات ديال النقل الحضاري. الوالد